8 ابريل 2009 قرصنة الصومال هجموا على سفينة شحن مرسيك ألاباما الأمريكية، وكان فيها حمولة مواد غذائية كمنح من الحكومة الأمريكية لأفريقيا. لكن بعد 480 كيلو من الساحل الصومالي في طريقها لأفريقيا، مجموعة من المسلحين على قارب صغير قدروا أنهم ياخدوا قبطان السفينة ريتشارد فيليبس راهينة عشان يطلبوا فدية عن حياته. لكن عقيدة الجيش الأمريكي هو أن مفيش مفاوضات بينهم وبين القراصنة، وأن الحل العسكري هو الحل الأمثل معهم. وفعلا خلال فترة قصيرة قدروا يتخلصوا من القراصنة وأنقذوا القبطان. لكن بعد شهور قليلة، وبالتحديد في ديسمبر 2009، تم اختطاف ناقلة نفط سعودية بحمولة يقدر ثمنها ب100 مليون دولار، وكان مقابل الإفراج عنها هو أنهم ياخدوا 3 مليون دولار. وفعلا كان هو الحل الوحيد دفع الفدية. في 2009 بس حصلت فيها أكتر من 100 عملية اختطاف للسفن، وراح ضحيتها 200 رهينة من طوائم السفن الدولية من جنسيات مختلفة، أسيوي وأوروبي وعربي، والنتيجة لتصرفاتهم بتزيد الخسارة على الاقتصاد الدولي بمليارات الدولارات على دول الخليج وأمريكا والاتحاد الأوروبي وعلى مصر، اللي بتكون الصومال واليمن من ضمن دول مضيق باب بالمندب مع جيبوتي لحد ما توصل لقناة السويس. ومعنى أن يكون في خطورة على أمن السفن، ده يخليهم يشوفوا طريق تاني حتى لو كان أطول، ولكن لازم يكون آمن. فدي أدى لخسائر في الوقت وزيادة في تكاليف الشحن، وخسائر على الدول اللي بتمر منها السفن وبيكون أرباحها مقابل خدماتها. والتأثير ما كانش بس على الدول، ولكن على الشعوب اللي دفعت زيادة تكاليف التأمين على السفن، والوقت الزيادة في ارتفاع أسعار السلع بنسب تزيد عن 8 و10%. فكانت مشكلة رئيسية على كل دول العالم، واجب عليهم إنهم يشوفوا حل سريع لقراصنة الصومال. لكن لازم نعرف الأول إيه هي أسباب نشأة قراصنة الصومال. في أوائل الثمانينات ما بين 1980 لحد 1985، وزارة صيد الأسماك الصومالية ووكالة التنمية الساحلية عملوا برنامج الهدف منه هو التركيز على استغلال الساحل الصومالي من ثروة سمكية، والمشروع هدفه هو خلق فرص عمل للمواطنين اللي ملهمش أي مصدر دخل غير الصيد. وفعلا حكومة خدت تمويل دولي كبير عشان يقدروا ينشئوا كل مشاريع التنمية لصيد الأسماك، ولكن بسبب طول الساحل الصومالي وصعوبة استغلاله بشكل كامل من خلال الصيادين المحليين، قرروا أنهم يسمحوا للشركات الأجنبية من خلال ترخيص رسمي واتفاقيات لمشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. واللي فاز بالمشاريع هما شركتين، شركة سيتكو، أما الشركة الثانية هي شركة سوماتيل تعاون إيطالي صومالي، وده التعاون الأخطر في الموضوع، لأن إيطاليا بدأت احتلال الصومال من سنة 1889 لحد سنة 1960. فخروج إيطاليا هو كان مفروض عليها لسبب شعبي، ولكن الحقيقة إيطاليا ما فرطتش في الصومال، قدرت تحتلها عن طريق شركتها، والشكل للعالم هي استثمارات وتعاون بين الدول، لكن الحقيقة هي سرقة الشعوب. ما كانتش بس إيطاليا اللي محتلة الصومال، بريطانيا كان ليها نصيب من الصومال هي كمان، وسيطرت عليها من 1884 لحد 1960. عايز تتخيل مدى تأثير الاستعمار على إنشاء أجيال بدون تعليم وبدون أي قدرة على الاستفادة من مواردهم؟ ده غير نشر الخلافات القبلية والدينية لضمان كل من بريطانيا وإيطاليا التدخل كشكل وساطة دبلوماسية في أي وقت، لكن الحقيقة هي ضمان الفوضى في الصومال لتحقيق مصالحهم الشخصية. الحروب الأهلية اللي نجح فيها الغرب في نشر الفوضى في البلاد، واللي ساعدهم أكتر المواطنين بسبب تعصبهم لقبائلهم ولدينتهم، وفصلوا الهدف الأوحد ليهم هي توحيد الصومال، وكان تعصبهم هو كان مجالهم في الوقت ده، فكانت من أسباب انهيار الحكومة المركزية. وبسبب حل البحرية الصومالية سنة 1991 بقى في فوضى في الحدود الصومالية، مسافات واسعة من الحدود المائية من غير رقيب ولا حسيب. ده خلى الساحل الصومالي مطمع للسفن الأجنبية تيجي وتدخل الحدود وتسرق كميات ضخمة من السمك وتقوم بتجريف البحر، وده طبعا بيأثر على الطبيعة البحرية والاقتصاد السمكي في الصومال اللي بيعتمد عليه الصيادين الغلابة. وعشان المشكلة دي وانعدام الأمان، الصيادين قرروا أنهم يدافعوا عن نفسهم، أنشأوا تجمع صيادين، أي وجود لأي سفينة أجنبية يهجموا عليها، يستولوا على كل ممتلكات السفينة وممكن يغرقوها ويقتلوا طاقمها كمان، وفي أوقات تانية يطلبوا فدية. بدأ بعض الصوماليين الانتهازيين في الوقت ده يشوفوا أن عملية الصيد غير مجدية، وأن عملية الدفاع عن الحدود هي الأكثر ربح من الإنتاج السمكي. حصل وجود لما يسمى بأمراء الحروب، بعض الأفراد استغلوا وفرة الفلوس من السرقة في توفير سلاح
وأفراد وسفن ومعدات متطورة للهجوم على سفن الشحن، وطلب الفدية من الشركات لإطلاق سراح السفن مرة تانية. في البداية كان المبالغ اللي بتطلب عشرات الآلاف من الدولارات، لكن مع قدرتهم على تنفيذ هجمات على السفن الكبيرة وصلت الفدية لملايين الدولارات، وكان انتشارهم واسع مش على الحدود الساحل الصومالي بس. اتعرضت مئات السفن في بحر العرب ومنطقة المحيط الهندي لمحاولات اختطاف. في 2008 بس كان في أكتر من 111 هجوم، كان من ضمنهم 42 عملية ناجحة، وكل سنة بعديها يزيد الهجوم أكتر، وقدر أنهم يفرضوا السيطرة على مناطق أبعد من حدودها لدرجة أنهم وصلوا لسواحل كينيا ومضيق باب المندب. وده عرض كل دول العالم لأزمة حقيقية في توفير الأمان لسفن الشحن، وطلعت بعض الشركات وأصدرت قرارات في تغيير طريق مضيق باب المندب مروراً بقناة السويس إلى الخروج للبحر الأبيض المتوسط للطريق القديم رأس الرجاء الصالح اللي بينطلق من أسبانيا مروراً بالمحيط الأطلسي والسواحل الأفريقية من الجابون والكاميرون مروراً بالساحل الكيني لحد المحيط الهندي ودخول السواحل الأسيوية. وده قرار هز الاقتصاد ورفع أسعار المنتجات 10%. الطريق القديم بياخد وقت أكتر وده تكلفة على الشركات الشحن، واللي هتمرر تكلفتها على شركات المنتجة للبضائع، واللي بالتالي هينضر منها هم الشعوب. كانت الأمور ماشية بنسب متفاوتة ومختلفة بين شركات الشحن وبعضها عن طريق دفع الفدية، لكن حصلت كارثة في 2008 لما القراصنة خطفوا سفينة أوكرانية وما كانوش يعرفوا إنها عبارة عن شحن الدبابات وقنابل وذخيرة رايحة للسودان. هنا الأمريكان خافوا جدا، لأن لو السلاح وصل لإيد القراصنة ممكن يزيدهم قوة وصعب السيطرة عليهم في المستقبل. ده غير إن القراصنة نفسهم لما عرفوا أهمية الشحنة طلبوا أكبر مبلغ يطلب في التاريخ، وهو 35 مليون دولار، وروسيا قرروا إرسال قوات بحرية لمراقبة الوضع والوصول لحل مع القراصنة لتخفيض المبلغ ل 3 مليون دولار، برغم إن دي مش من سياسات أمريكا، ولكن الخوف من أي فعل من القراصنة ممكن يأثر على المنطقة بالكامل. وبعد شهور خطفوا سفينة أمريكية بطاقمها وكانت مسافرة من عمان لكينيا، وفي الوقت ده قررت الحكومة الأمريكية لا تفاوض مع القراصنة بعد الحادثة دي، وقاموا بعملية استرجاع الطاقم والتخلص من المجرمين، وفعلا أتوا لثلاثة واعتقلوا الرابع. دول العالم لقوا نفسهم قدام معضلة كبيرة جدا، إزاي قدروا يأمنوا الحدود البحرية اللي مسافات شاسعة بين كل دولة والتانية، اللي بالمناسبة المساحة بتاعتها من المستحيل تأمينها بشكل كامل ومتواصل، ده غير التكلفة الكبيرة لعملية التأمين، وده هيأثر على ارتفاع الأسعار. والقانون بيمنع على السفن إنها تشيل أسلحة على السفينة لأنها قوانين دولية، فكان الحل هو إن بعض الدول الاقتصادية الكبيرة تقوم بعمل مجموعة تأمين للسفن ويحصل عملية تبادل ما بينهم كل 4 شهور للتأمين بسفن حربية مع كل سفينة بتمر من المنطقة، بالإضافة السماح بتأمين السفن الحربية عن طريق شركات أمن. الهدف هو حماية السفن من القراصنة. وفعلا لو لاحظت على أعداد الهجوم بعد القرارات اللي حطتها الحكومات، عمليات الهجوم قلت بنسبة تكاد تكون 100%، وهنا العالم قدر يحمي مصالحه من القراصنة، لكن ساب الشعب الصومالي تحت سطوة أمراء الحروب اللي استغلوا وسرق ثرواته وأشعل الحروب الأهلية لخدمة مصالحهم الشخصية. فمين اللي يقدر يحل مشكلة الصومال من وجهة نظرك؟ نستنى رأيك في التعليقات، ولأول مرة تشوفني ما تنساش أن أنت تشترك في القناة عشان تشوف كل جديد.